تلفزيونهم من كمبوديا ومذاع حقيقي في يوم الأم. قدمت إحدى محطات التلفزيون في كمبوديا اعتذارا للمغنية أوتومون آلين بعد مزحة بلا ضمير في عيد الأم. تبلغ آلين 13 عاما وقد فرقت أمها منذ ما يزيد على 10 سنوات، ومحطة ماي تي في لم تجد أمتع من جعلها تتوهم أنها ستجتمع مع أمها في سبيل الفكاهة والضحك، حيث أنها فقدت الاتصال معها بعد أن غيرت رقم الهاتف وتوقفت عن الرد على اتصالاتها. ويبدو على ألن أنها تفاعلت مع المزحة بروح رياضية، إلا أن لمستخدمي الإنترنت كان رأي آخر، وصفوا الموقف بالغبي والسخيف وبلا طعمة أو ضمير وغيرها من الأوصاف التي أطلقوها أيضا على مخرج البرنامج تابوي، الذي قدم اعتذارا مكتوبا وقال أن المزحة كانت خطأ، وأضاف: حاولنا من خلال المزحة أن نقول لألن إننا أسرتها التي تعوضها عن حنان الأم، الفريق يحبها كثيرا وأردنا أن نرسم الابتسامة على وجهها. فما رأيكم أنتم يا أعزائي بهذا الغباء؟